طبعا انتهت مباراة منتخب مصر مع بوركينا فاسو من شوية بنتيجة 2-1 لمنتخب مصر. طبعا مبروك لجمهور الكرة المصرية. النتيجة إلى حد ما يعني كان ماتش متواضع، النتيجة كويسة بس مش دي النتيجة اللي احنا كنا مستنيينها الصراحة من ماتش النهاردة. منتخب كنا كاسبين لسه جيبوتي 6-0، كاسبين سيراليون 2-0، فالنتيجة على أرضنا وسط جمهورنا بعيد. كمان ان احنا كنا شايفين كمية الجمهور اللي كان في الملعب في استاد الرعب. انا بمعنى كلمة انا كنت موجودة في الاستاد، كل جمهور الكورة تقريبا كان موجود، لدرجة ان احنا فعلا ما كناش لاقيين مكان. انا اغلب المباراة كنت واقفة، ما كنتش انا مش لاقي مكان فعلا اقعد. فدي حاجة كويسة ان انت تكون على ارضك وسط كل الجمهور الخارق اللي كان 90 دقيقة بيشجع، بس ان انت تكسب 2-1، ان انت تكون متقدم ويدخل فيك هدف ملوش اي داعي. نجم المباراة هو تريزيجول، بجد تريزيجيه نجم المباراة. انت لما يكون تريزيجيه بجد ينزل لك، انت الهدفين جم في اول 10 دقائق، اول 10 دقائق ربع ساعة الهدف الاولاني جه، بعديه على طول ما كملتش دقيقتين الهدف التاني جه على طول. فدي حاجه بجد كويسه جدا. الاولاني كان اسيست من صلاح، التاني انا ما لمحتش كان اسيست من مين لان كنت لسه في الاستاد ولسه خارجه دلوقتي. انا قاعده في الكافيه اللي قدام الاستاد، لو حد موجود تعالوا سلمه. بس انا لو هاجي بقى اتكلم بقى عن اداء المباراه بقى، معلش يعني انت بتلعب التشكيله 5-3-2 ماشي، دي في الاول كانت التشكيله تمام، ابتديت ان انت تضغط، ابتديت ان انت تجيب اهداف، بس بعديها انت ريحت اللعيبه بدنيا، ريحت ابتدوا ان هم بقى يضغطوا. ممكن ضغطهم ما كانش باين قوي الشوط الاول، هم ما مسكوش كوره قوي الشوط الاول، بس جم هم لما نزلوا الشوط الثاني مسكوا كوره الشوط الثاني، لعبوا مان تو مان. بعيد كمان ان هم قدروا ان هم يحرزوا فيك جون تقريبا في اول 10 دقائق في الشوط الثاني. بعديها بعد ما الجون جه على طول هم كانوا بيروحوا على المرمى عندك، يعني انت حتى ما مسكتش كوره بعد ما هم جابوا فيك جون، يعني انتوا ما فوقتوش لغايه اخر المباراه. احنا ما عملناش في الشوط الثاني غير هجمتين تقريبا او ثلاثه. اغلب اللعيبه في مباراه النهارده ما كانتش مفهومه. برده سؤال النهارده بقى، باك شمال اللي يعرف برده يرد عليا في الكومنتات، بالنسبه لكم اللي انتوا شايفينه مين كان باك شمال النهارده؟ اصل انت لو هتلاحظ بقى معايا وكده ونتكلم، انا كنت موجوده في الاستاد، حمدي فتحي كان مساك. مين بقى اللي كان باك شمال؟ انا مش هرد على السؤال ده دلوقتي، بس انا عايزه الناس هي اللي ترد في الكومنتات دلوقتي مين اللي كان باك شمال. بس انا كل اللي انا هقوله النتيجه، لا انا كنت متوقعه اعلى من كده. انا كنت بقى في موجوده في الاستاد، قلت بقى وشي بحلو بقى نكسب بقى برباعيه خماسيه بقى، بس ايه اتنين دي؟ اتنين دي بجد. التشكيل لحد ما كان كويس، التبديلات كابتن حسام حسن، لا التبديلات الصراحه لازم ان هي تتظبط اكتر من كده. راجع تفكيرك في التبديلات، في حاجات كتير، وكمان تبديلات متاخره، في تبديلات كمان ما كانش ليها داعي. في لعيبه كانت المفروض تفضل في الملعب بس انت خرجتها، في لعيبه كانت المفروض تخرج وانت ما خرجتهاش. اللي عنده برضه راي يا جماعه عن الماتش يكتب لي في الكومنتات. انا كنت عايزه حتى اصور مع الجمهور بس الصراحه كنا متضايقين شويه، وحتى ما كانش في مكان الصراحه، كان الجو حر. لا يا عبد الرحمن، باك شمال ما كانش امام عاشور، باك شمال في الملعب كان محمد عبد المنعم وكان بيميل كمان مساك. فمين الحكايه؟ قلب دفاع كان رامي ربيعه وكان حمدي فتحي، وهتلاقي محمد عبد المنعم كان باك شمال وكان بيميل كمان ان هو يبقى مساك برضو في الحالتين. فانا لو هتكلم بقى ان طب انت ليه اصلا تتحط في كل ده؟ انت ليه تتحط في كل ده؟ انت التشكيله، انت قائمتك فيها كل اللعيبه. انت معقوله في مصر او في المحترفين ما عندكش لاعب يلعب لك باك شمال عشان انت تلعب لي حمدي فتحي مساك ومحمد عبد المنعم باك شمال؟ ده تشتيت للعيبه. معلش احنا بنلعب في وقت، احنا بنلعب في مراكز، انت دلوقتي بتلعب في تصفيات كاس العالم 2024. انت فاهم ان انت كل مره بتخرج من دور المجموعات؟ انت فاهم ان انت كل مره انت ما بتوصلش، انت ما بتوصلش، فانت ما ينفعش كده، الدنيا متلخبطه معاك، ما ينفعش. خطه 5-3-2 ترقي يعني، كانت المفروض ترجع في الشوط الثاني. انت مشيت الشوط اول 5-3-2،
شوط تاني 4-3-3، بعد كده 4-2-3-1، بعد كده بقى تشتيت في اللعيبه، بعد كده ابتديت بعديها ان اللعيبه اصلا مراكزها تروح وتيجي، بعد كده صلاح راح بقى جوكر. انت بتعمل ايه؟ انت بتلعب ايه بتعمل ايه في الملعب؟ انت ما ينفعش تجرب. هل انت مش ضامن انك انت عشان اول مجموعتك؟ انت فاهم ان الماتش الجاي هيبقى مع غينيا بيساو؟ فاهم ان احنا هنكون هناك؟ انت متخيل وسط الحر بقى، وسط الحر والجمهور وعلى ارضك انت كسبت بنتيجه 2-1، امال هناك على ارضهم وفي الحر؟ وركز لي بقى في الجو بقى، وخصوصا ان هما كمان هيتقلوا علينا بقى. انت عارف اللعيبه بقى لما بنلعب على عموما، احنا كمصريين لما بنلعب على ارض اي حد بيضغطوا علينا. كان لازم تطلع محمد هاني من بدري وتدخل عمر كمال. هتقول لي عمر كمال ما عمره ما نجح كباك شمال؟ طيب نزله لي مكان محمد هاني، نزله لي مكان محمد هاني، تمام، خرج لي محمد هاني ونزله باك يمين بقى. بعدين عمر كمال كان هيقدم في مباراة النهارده لو كان نزل بدري، لو كان نزل من التشكيله الاساسيه. غلط كبير جدا اللي كان عامله. هو دلوقتي اصلا المؤتمر شغال قدامي، بس على ايه بقى؟ خلاص. برضو مصطفى المهاجم، انت فين طول الماتش؟ انت فين طول الماتش بجد؟ ما كناش شايفينه. اغلب اللعيبه مش موجوده. اغلب اللعيبه ما كانتش موجوده في مباراه النهارده. بس نقدر نقول ان عبد المنعم نجح يعني شويه في الاختبار اللي اتحط فيه النهارده، هو وحمدي فتحي نجحوا النهارده، قدروا ان هم ينجحوا عشان هم دول رجاله كده. والله بجد الماتش مش حلو قوي. برده مصطفى محمد كان يطلع وينزل محمد شريف بقى ليه ما نزلش؟ هنا بقى السؤال، محمد شريف وحش مش وحش؟ محمد شريف علامة استفهام كبيرة قدام التبديلات، علامة استفهام كبيرة جدا قدام تبديلات حسام حسن. متأخرة بقى، ملهاش لزوم، او لاعب نزل مكان لاعب طلعته اصلا ما كانش ينفع ان هو يطلع. زيزو برضو ترقص كام ترقيصة كده في الماتش ما كانتش كويسة. زيزو برضو كان مستواه ما كانش كويس. مش عايزة تقل على لاعب، انا مش عايزه اتقل على لاعب، هو اللعيبه كلها بمعنى اصح. او كل اللي انا هقدر اقوله بسبب كابتن حسام حسن. اتمنى كابتن حسام حسن يرجع يعيد تفكيره تاني وقراراته. اتمنى ان هو يتخذ قرارات اصح من كده. احنا لسه، احنا اول مجموعتنا، احنا دي حاجه كويسه برضو. كسبنا النهارده 3 نقط زياده، فانت فاهمين الحكايه، فاحنا في الامان. بس احنا زيادة يعني احتياط، احنا بنتكلم ان انت كان لو كان دخل فيك جون تاني خلاص انت كنت تحت توتر، تحت ضغط كبير. احنا كل ده يعني انا كل ده بوصل صوتنا والله وصوت الجمهور اللي كان موجود في الملعب. انا بحاول على قد ما اقدر اوصل صوت الجمهور اللي انا كنت موجودة في الاستاد. انا شايفة كل الجمهور، مفيش كرسي فاضي. احنا السلالم كنا قاعدين عليها من كتر ما احنا عايزين نشجع المنتخب. انا اول مره بجد من فتره كبيره اشوف، اذا كان بقى كنت بحضر ماتشات المنتخب او لا، احنا فعلا اول مره نشوف كل الاعداد الكبيره دي في الملعب بتشجع منتخب مصر. فكان اقل حاجه ان احنا كنا نكسب بسكور حلو النهارده، دي كانت اقل حاجه. ولكن طبعا كل الدعم لمنتخب مصر، وان شاء الله ان شاء الله الماتش اللي جاي يبقى ماتش كويس، ان مصر باذن الله وش خلاص ان شاء الله في كاس العالم، ودي حاجه انا بقولها لكم. ان شاء الله وش يبقى حلو باذن الله، وبالتوفيق لرجالتنا. كابتن حسام عيد قراراتك، انت لسه قدامك فرصه، لسه قدامك وقت، لعيبه كويسه قدامك، خامات من اللعيبه تقدر ان انت تستغلها صح. وان شاء الله خير. مبروك لجمهور الكره المصريه وكل الناس اللي كانت في الاستاد واللي بره الاستاد واللي بتفرج واللي بتشجع. وان شاء الله ان شاء الله مصر تفرحنا باذن الله، ونفضل دايما فرحانين ان شاء الله. مع السلامه.